عيدكم مبارك وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة مستجدات الخلاف الناشب بين برنامج الغذاء العالمي وميليشيا الحوثي. قالت وكالة رويترز أن خلافا تصاعد بين ميليشيا الحوثي وبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة بشأن التحكم في نظام تقني خاص بتوزيع المساعدات الإغاثية. وضحت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن قيادات حوثية طلبت من البرنامج وقف عملية التسجيل بهذا النظام في أوائل إبريل الماضي بعد علمهم بأنه سيتم تفعيله بدون إشرافهم. المتحدث باسم البرنامج قال إن استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قيادي جماعة الحوثي يقوض عملية أساسية تتيح لهم التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: لماذا تصر الميليشيا على وقف جهود المنظمات للحد من التلاعب بالمساعدات الإغاثية؟ وهل سيرضخ برنامج الغذاء العالمي لضغوطات الميليشيا؟ خلاف بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والحوثيين يهدد بوقف تدفق الإغاثة لنحو 10 ملايين يمني يعيشون على ما تصل إليهم من مساعدات إغاثية. بدأ الخلاف منذ أن اكتشف البرنامج في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في المساعدات التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بسلطات الميليشيا، وذلك ما استدعى البرنامج إلى الاتجاه نحو العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجاً، وهو نظام يعمل وفق آلية مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه معمول به عالمياً لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات، وسبق للبرنامج تطبيقه في مناطق سيطرة الشرعية. مصادر مطلعة على المناقشات بين الجانبين قالت لرويترز إن زعماء جماعة الحوثي طلبوا من برنامج الأغذية العالمي وقف عملية التسجيل بهذا النظام في أوائل شهر إبريل بعد إدراكهم أن النظام الجديد يتم دون إشراف الميليشيا. المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي قال إن استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قيادات جماعة الحوثي يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة. أما رئيس ما يسمى باللجنة الثورية محمد علي الحوثي اعتبر أن إصرار برنامج الأغذية العالمي على أن يكون متحكما في البيانات يعد انتهاكا للقانون اليمني. الواضح إذن أن الميليشيا تستميت وربما قد تغامر بأقوات الملايين مقابل استمرارها في نهب الإغاثة المقدمة من قبل المنظمات الدولية. نبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة السعودية الرياض المحامي والناشط الحقوقي محمد قشمر. أهلا بك أستاذ محمد. اهلا ومرحبا بكم، كل سنه وانتم طيبين، وتقبل الله منكم صالح اعمال. ان شاء الله عيد مبارك على اليمن وعلى اليمنيين، وان شاء الله ينعد علينا بالخير واليوم والبركات، وقد رفع هذه المصيبه وهذا الكارثه وهذا البلاء من اليمن واهل اليمن ان شاء الله. اللهم امين. استاذ محمد، بدايه برايك لماذا ترفض ميليشيا الحوثي اجراءات برنامج الغذاء العالمي والهادفه للحد من التلاعب بالمساعدات الانسانيه؟ وهذه الاجراءات وكما هو معروف طبقت ايضا في مناطق سيطره الحكومه الشرعيه. يمكن أن أقول باختصار شديد، أولاً الموضوع يمكن يقسمه إلى قسمين. القسم الأول أن الحوثيين لهم أهداف واضحة وجلية في موضوع نهب المساعدات الإنسانية، والتاريخ الحديث خلال 4 سنوات يؤكد ما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تلاعب غير عادي وفي استيلاء ممنهج على المساعدات الإنسانية، والقوافل التي تم نهبها من قبل الحوثيين واضحة وجلية، ولا أتحدث عن 550 قافلة التي تم التحدث عن الاستيلاء عنها. لكن السؤال، هل يمكن أن نقول مع توابل حقيقة للمنظمة الدولية عامة وللمساعدة الدولية وبرنامج الأغذية موجود، ولكن هل هذه الآلية التي نتحدث عنها هي من أجل حقيقة الحفاظ على ما يمكن أن نسميها المساعدات التابعة والخاصة بأولئك الناس الفقراء المحتاجين؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الحوثيين عندما يتحدثون عن هذا الأمر هم قد يكون يحاولوا أيضا إعادة السيطرة على هذه المساعدة التي تساهم كثيرا في استمرار عملية الحرب، لأنها تتحول في غالب الوقت إلى المجهود الحربي الذي يمكن أن نقول بأنه هو الوقود الحقيقي لاستمرار الحرب واستمرار المعركة التي طالت الآن حتى 4 سنوات. الأكبر المتضررين هم من
اليمنيين للأسف الشديد احنا نقول مع أن هناك تواجد حقيقي للمنظمات الدولية في اليمن إلا أنه ضعيف جدا. الآليات هل هي فعلا تخدم المواطن اليمني أم أن لها أهداف أخرى؟ يعني أقول بأن كثير من القيادة الحوثية يحاولوا أن يجيروا هذا الأمر على أساس أن هناك مخاوف أمنية من موضوع البصمة وموضوع بصمة العين، وليس من أجل يعني تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية. الشفافية شبه منعدمة عند العمل الإغاثي عند المنظمات الدولية، وهذا أيضا يدخلنا في تساؤلات كثيرة سنتحدث عنها إن شاء الله إذا اتاحت لنا الفرصة. طيب أستاذ محمد، نحن حاولنا التواصل مع الإخوة في برنامج الغذاء العالمي حتى يوضحوا موقف البرنامج حتى الآن، وأيضا يشرحوا هذه الآلية والمقصود بها. أنت كمتابع ومهتم، هل لديك أي معلومات أو تفاصيل تشرح هذه الآلية محل الخلاف؟ المشكلة الآن الذي نعاني منها جميعا أن الآليات تسمى الآليات الدولية هي ضعيفة جدا، يعني لا يمكن أن نقول أنها ترقى إلى مستوى العمل الإنساني الحقيقي. لكن إذا وجدت الآليات باشتراك حقيقي من الحكومة، والحكومة للأسف الشديد الحكومة الشرعية نتحدث عنها بعيدة كل البعد عن هذا الأمر أو عن الآليات التي يمكن أن نتحدث عنها بأنها موجودة، هناك مشاكل حقيقة طرأت إلى السطح في بداية التعامل مع وزارة التربية والتعليم كونها كانت تعتبر أحد الشركاء المنفذين للمنظمات الدولية الموجودة في اليمن خصوصا لبرنامج الأغذية، وهذا الأمر شكل يمكن نوع من الحرج للمنظمات الدوليه التي تعتبر المنظمات الحوثيه هي شريك اساسي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، لانه حقيقه لا يمكن لاي منظمه اخرى غير مقربه من الحوثيين ان تعمل بشكل كبير جدا في تلك المناطق، لانه تعرف القمع واضح، لا يمكن ان نقول ان هناك نوع من المساحات الديمقراطيه والانسانيه يمكن ان يعمل او تساهم في انشاء منظمات حقيقيه محليه تعمل بشكل او باخر. الشركاء عندما تم يعني ظهورها على سطح تلك الفظيعه فظيعه وزاره التربيه والتعليم وتغييرها والمشرفين واضافه اسماء وهميه كلها الى جانب حمله اين الفلوس، اعتقد انكم كنتم قريبين من هذا الموضوع، كل هذه الاشياء يمكن كانت تشكل ضغط حقيقي على المنظمات الدوليه التي بدات تفقد مصداقيتها في اليمن خصوصا مع ارتفاع نسبه البطاله، نسبه المرافه، نسبه الفقر، يعني تجاوزنا 21 مليون جائع او محتاج، نسبة الأطفال تجاوز 10 مليون، كل هذه الأشياء أصبحت تشكل يعني نوع من الحرج، وبالتالي أعتقد أنا من وجهة نظري أن هذا كله محاولة لإعادة ماء الوجه للمنظمة الدولية التي فقدت أشياء كثيرة جدا. شوف الآلية للأسف الشديد آلية العمل الدولي تقوم غالبا تكون في الأيام العادية في زمن السلم نسميها فيها آلية معينة مستوى معين حتى على مستوى وراء الورش العمل الدورات دائما لابد ما تكون بخمسة فنادق خمسة نجوم الأصل المصروفات كبيرة جدا. طيب لكن الآن محمد سأعود لك وسأسألك أيضا عن الأهداف الحقيقية وراء هذه الآليات المعلنة والإجراءات من قبل برنامج الغذاء العالمي، لكن نشرك معنا بالنقاش من تعز الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا بك أخي وبضيفك الكريم. أستاذ عبد الهادي، برأيك لماذا ميليشيا الحوثي لا تترك المجال لعمل المنظمات بشكل مهني ومستقل؟ أعتقد هذه المسألة تحتاج مناقشة طويلة بالنسبة لعلاقة الحوثي بالمنظمات. ما قبل 2014 مثلا أثناء ما كان الحوثيين في صعدة وفي المناطق الأخرى، يعني في 2012 و2013 كانوا يتدخلون بشكل مباشر في مناطق سيطرتهم بهذا الجانب. كان اعتماد برنامج الغذاء العالمي حوالي 600 مليون دولار في السنة، كان نصف هذا الاعتماد يذهب إلى صعدة إلى ما يسمى نازحي صعدة، في حين كان نازحي صعدة الذين هربوا من مناطق سيطرة الحوثي متواجدين في صنعاء والمزرق وبعض المناطق وعددهم بسيط، كان الرقم يضخم إلى ما يساوي نصف سكان صعدة. لاحظنا مثلا في الاعتصامات التي كانت قائمة أثناء الثورة الشبابية أن من أتوا من الحوثيين كانت أدواتهم، من أتوا إلى المخيمات الاعتصامات كانت أدواتهم مكتوب عليها UN من الخيام إلى الأغطية إلى إلى الفرشان إلى غيرها. أيضا كانت قسم كبير تم تضخيم نازحي صعدة إلى حوالي نصف سكان المحافظة في تلك الفترة، وبالتالي هم ذوي خبرة كبيرة جدا في مسألة استغلال هذه الإمكانيات المقدمة والمساعدات الدولية كمجهود حربي، ومحترفين إلى درجة أننا وجدنا أنهم في تلك الفترة وهم لا يزالون في صعدة تدخلوا في التربية والتعليم عبر
تعيين مشرفين، كان هناك بعض المساعدات تقدمها مثلا المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، وكانوا مشرفين ومتدخلين بشكل مباشر. وإذا لم يستطيعوا أن يمرروا مسألة البصمة ويمكن أن يدفعوا بمجاميعهم التي تذهب، هم يدفعون بمجاميعهم التي تذهب إلى القتال وغيره ليعوضوا ذلك عبر دفع هذه المساعدات باتجاههم وباتجاه المؤسسات. هم يمتلكون عددا كبير جدا من المؤسسات العاملة في مناطق سيطرتهم والعاملة أيضا في المجال الحقوقي والإنساني، وهذا أصبح واضحا لدى الجميع. هذه المنظمات عبارة عن منظمات سياسية أو أغطية تتبع جماعة الحوثي وداخلة في مجموعة من التشبيكات الدولية أي المنظمات المحلية، ولديهم بعض الغطاءات الإقليمية من بعض المنظمات الشيعية في لبنان، سوريا، العراق وأيضا في بلدان عربية أخرى. المسألة متوزعة بشكل كبير. طيب لما مع نشوب هذا الخلاف أستاذ عبد الهادي حول النظام التقني الخاص الذي يريد برنامج الغذاء العالمي فرضه وهو يختص بتوزيع المساعدات الإغاثية، برأيك هل ستفرض الميليشيا شروطها أم سيتمكن برنامج الغذاء العالمي من فرض هذه الإجراءات وهذا النظام التقني؟ أنا أعتقد أن المنظمة سوف تتمكن من فرض شروطها. لن يستطيع الحوثي إرغام المنظمة على التراجع، برغم أن المنظمة كان مفترض أن تبدأ هذا العمل منذ 2015. طوال هذه الفترة لماذا تأخرت؟ وهو نظاما دولي كما أسلف تقريركم بالحديث عنه، نظاما للشفافية ومكافحة الفساد والالتفاف. فلماذا ظلت المنظمة لا تستخدمه على مدار 4 إلى 2018، يعني 4 سنوات أعطت فيها فرصة كافية للحوثيين لتحويل هذا إلى مجهود حلبي. الحوثيين لا يهمهم المواطنين ولا غيرهم، لو كان الموضوع يهمهم لما كانوا أوقفوا مسألة الرواتب والإمكانيات بأيديهم. الحوثيين تحولوا إلى طبقة مترفة جدا، وبالتالي الآن تحولوا إلى غول نهم لاستغلال كل شيء. جرفوا البلد، جرفوا الدولة، جرف كل شيء في مناطق سيطرتهم. مشكلتنا مع الأمم المتحدة أنها تنظر إلى الحكومة الشرعية وإلى الحوثيين كأطراف في الأزمة اليمنية، وتتعامل مع سلطة الأمر الواقع كسلطة، وهذه نوع من الازدواجية. والمشكلة الأخرى أن هنالك فشلا كبيرا من قبل الحكومة الشرعية في الملف الإغاثي بشكل عام وملف إعادة التأهيل. هذه المسألة الأمم المتحدة بدأت تطرح هذا الوضع على الحوثيين بعد الضغط الذي تعرض له ممثل الأمين العام، وبعد حركة بسيطة تحركتها الحكومة التي ظلت نائمة 5 سنوات تماما وتغط بنوم عميق لا تراجع. مفترض كل المنظمات التي تعمل مثلا في مناطق الشرعية أو المناطق الأخرى تقدم بياناتها للوزارة المختصة، لوزارة حقوق الإنسان أو للحكومة عبر مكتب التخطيط المكتب المشرف، لكن تعددت هذه المكاتب الإشرافية من قبل الحكومة، في حين المفروض أن يكون الإشراف على وزارة التخطيط ووحدة النازحين فيما يخص هذا الجانب. وبالنسبة للإغاثة البلد منكوب ويجب التعامل مع أرباب الأسر مباشرة. أي أن هذه الإجراءات على الحكومة أن تستغلها وتعيد بناء برنامجها فيما يخص هذا الجانب. لكن أعتقد أن الحوثيين يفرضون شروطهم وفرضوا شروطهم منذ 2015 إلى الآن. الآن بدأت المسألة تتغير إلى حد ما، يمكن الضغط لنقل حتى مخازن الأمم المتحدة. إلى اليوم الأمم المتحدة ترفض مثلا تغيير مخازنها من الحديدة رغم الوضع السيء جدا الذي تعاني، وبدأت ترتفع الأصوات بأنه يجب إنقاذ مخزون الحبوب ومخازن الأمم المتحدة. أستاذ عبد الهادي سأعود لك لأسألك عن ما الذي تغير حتى تستجيب ميليشيا الحوثي لضغوط المنظمات الدولية، وأيضا ما هي السبل لمنع الميليشيا من التدخل في عمل هذه المنظمات. لكن أشارك معنا بالنقاش من إسطنبول الناشط الحقوقي محمد الأحمدي. أهلا بك أستاذ محمد. طيب سأعود لك أستاذ محمد، لكن أستاذ عبد الهادي لو تحدثنا عن السبل الممكنة اليوم لمنع الميليشيا من تدخل في عمل المنظمات الدولية، برأيك ما هي السبل الممكنة وما الذي تغير حتى يتم فرض إجراءات وشروط ومعايير المنظمات الدولية؟ تسلط الأضواء بعد اعتراض الحكومة وموقفها القوي، وأيضا اعتراض
دول الإقليم على آلية عمل مكاتب الأمم المتحدة. الاحتجاج الذي قدمته الحكومة هو نوع من التغير، بمعنى أن هذا الاحتجاج على ممثل الأمين العام سوف ينتقل إلى المنظمات، وبالتالي إلى أولا المنظمات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة ابتداء من برنامج الغذاء العالمي وألفا وإضافة لليونسكو اليونيسيف وغيرها من المنظمات التي تعاملت بهذا الشكل الازدواجي، مثلا حكاية توزيع مساعدات المعلمين التي تحكم بها الحوثيين وقاموا بإحلال معلمين بدل المعلمين، أيضا مجموعة من المعايير التي أصبحت فيها الأمم المتحدة تشعر بحرج كبير، وهي تدرك وممثليها يدركون العبث، لكنهم كانوا لا يجدون أي من الانتقادات من قبل الشرعية أو من قبل التحالف العربي أو الأطراف الأخرى التي كانت مسندة العملية لهم. يجب نقل المكاتب تهديدات المنظمة الدولية سوف تجعل الحوثيين بصدام مع المواطنين. أعتقد أن حكاية اليوم المضافة على رمضان وصلاة العيد كانت دليل على أن الحوثيين يعانون من رفض شعبي كبير في مناطق سيطرتهم، وبالتالي هذا الضعف مع أيضا عدد ارتفاع عدد القتلى والضغوطات التي يتعرض لها الحوثيين بشكل عام سوف تؤدي إلى قبولهم إلى شروط المنظمات الدولية، حتى لا يكون الثمن مغادرة المنظمة لصنعاء ومقراتها ونقلها إلى عدن، وبالتالي التعامل بشكل مختلف مع الحوثيين والحكومة، ولن تعدهم هذه المنظمة كأطراف، لأن الأمم المتحدة دائما تكرر لنا أنها منظمة ليست لها مصالح سياسية، وهذا كلام فارغ، في حين هذه المنظمة هي مسؤولة على أن تتعامل مع السلطة الشرعية كممثل رئيس للشعب، وبالتالي التعامل مع هؤلاء كسلطة غير شرعية، سلطة ما يسمى بفرضت بالقوة ذو لجماعة انقلاب مدانا دوليا، وبالتالي عليهم أن يتعاملوا مع المنظمة بنوع من الحذر وقبول شروطها بدلا من فرض اشتراطاتهم هم. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي، وأعود مرة أخرى لضيفنا من الرياض الناشط الحكومي محمد قشمر. أهلا بك أستاذ محمد مرة أخرى. أهلا وسهلا أستاذي. أستاذ محمد، كنا نتحدث عن الأهداف الحقيقية من هذه الإجراءات المفروضة من قبل المنظمات الدولية وتحديدا برنامج الغذاء العالمي بشكل جميل جدا. أتكلم بشكل جميل جدا. السؤال، هل هناك هدف حقيقي أم أنه مجرد مثل ما تحدثنا محاولة إذر الرماد على العيون؟ الآن إذا عدنا الضوء مرة أخرى على موضوع المساعدة الإنسانية سنجد أن هناك يعني مشاكل جمة، أهمها أن الأمم المتحدة ترفض حتى الآن نقل مكاتبها من صنعاء إلى عدن. ما هي الأسباب التي تجعل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية متمسكة في صنعاء؟ طبعا أكثر من مرة هم يحاولوا أنهم يغيروا الأمر على موضوع الأمن وعدم تواجد الأمن في محافظة عدن، هذا كلام غير صحيح. يمكن أن نقول أيضا أن هناك نوع من التعاون الخفي والواضح أصبح مع المنظمة الدولية من قبل الحوثيين، لأنه المجتمع الدولي الآن أصبح يجير المنظمة الدولية من أجل تحقيق مصالح سياسية، وهذه تعتبر واحدة من الكوارث التي أصابت المنظمة الدولية التي يجب أن تكون إنسانية 100% وبحتة 100%. أيضا يعني نقول عندما تحدث الأستاذ عبد الهادي على موضوع الحديدة وعلى موضوع صوامع الغلال، هل يمكن أن نقول بأن الحديدة هي الملاذ الآمن للمساعدة الإنسانية التي يجب أن تصل إليها المساعدة الإنسانية؟ هل هناك موانئ أخرى يمكن أن تكون يعني مناسبة؟ طبعا اكيد هناك معنا موانئ كثيره، لكن وصول المساعدات كلها حق اليمن، اقل المستوى الانساني والوضع الانساني كله في اليمن الى منطقه وحيده الحديده، والحديده هذه تحت سيطره الحوثيين وبعدين يتم التحكم بفرض الشروط التي يراها الحوثيون. هل نحن قادرين اصلا على فرض هذه الرؤى على 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 المنظمه الدوليه وان تفرض على الحوثيين شروط؟ انا من وجهه نظري انها لن تستطيع ان تقدم شيء طالما هي قابعه تحت سلطه الحوثيين. الشيء الاول، الشيء الثاني، المساعدات الانسانيه يمكن ان تصل الى ميناء عدن او الى ميناء اخر في الجنوب، ومنه يتم توزيع المساعدات لارض 85% محرره الان مثل ما نقول. طيب اذا كنا صادقين 85% الان من المساعدات ستصل الى يد الحوثيين، هل سيسمح بوصولها الى طيب استاذ محمد، بالنسبه للخلاف الحالي الان بين ميليشيا الحوثي وبرنامج الغذاء العالمي، توقعاتك وقراءتك الى اين يمكن ان يصل هذا الخلاف؟
أنا أتوقع أنه سينتهي قريبا. الخلاف لا يمكن أن يكون كبير جدا ما بين الحوثيين وبين المنظمات الدولية. المنظمات الدولية بدأت تدرك أنها مسيرة من قبل الحوثيين وأنها غير قادرة على أن تتعامل بمهنية وإنسانية بشكل أكبر. يعني الآن المنظمات الدولية أنا لا أقول إلا أنها تتعاون وتساعد الحوثيين وتقدم لهم المساعدات من أجل استمرار الحرب، لكنها أيضا تحاول أن تقدم شيء للجانب الإنساني من أجل أن يبقى نوع من نقول نوع من النظافة في سجلها. لكن إذا استمر الوضع والخلافات تدعت على الحكومة اليمنية أن تستثمر هذا الموضوع وأن تضغط عليه وأن تكون عنصر مساعد للمنظمة الدولية، بحيث أنها أولا قبل كل شيء تضغط من خلال نقل مكاتب المنظمة إلى محافظة عدن وبدء البحث عن آلية حقيقية لوقف هذا النزيف المساعدات، وفي نفس الوقت لإثارة الملفات التي كانت منسية من أجل توضيح أكثر أن هناك فساد حقيقي يمارسه الحوثيين سواء على المجتمع اليمني أو على المنظمات الدولية. إذا استمرت الخلافات وتوسعت يمكن أن نقول أن هناك نوع من المصداقية، وأنا لا أتوقع كثيرا أن تستمر الخلافات، لأنه بالنهاية يقول لك الوضع حرب ويحاولوا أنهم يعني يلموا الأمر من أجل طبعا العذر الرئيسي بيكون من أجل استمرار المساعدة الإنسانية لليمنيين الذين يحتاجون إليها. أشكرك جزيلا المحامي والناشط الحقوقي محمد قشمر، كنت معنا من الرياض، وينضم إلينا من إسطنبول الناشط الحقوقي محمد الأحمدي. أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أخي سامي، أهلا بك المشاهدين الأعزاء، كل عام وأنت بخير والشعب اليمني العظيم بخير. برأيك ما هي دواعي القلق لدى ميليشيا الحوثي حتى تتخوف من برنامج تقني كما يقول برنامج الغذاء العالمي؟ الهدف من هذا البرنامج هو فقط ضبط عملية توزيع الإغاثة وإيصالها لمستحقيها. في الحقيقة أخي سامي هناك قضيتان أساسيتان. الأولى أن ميليشيا الحوثيين وهي جماعة لا تتمتع بأدنى شعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه اليمنيين الذين يعانون ويلات الحرب والمأساة الإنسانية الناجمة عن هذه الحرب وعن هذا الانقلاب، وبالتالي عمدوا منذ اللحظة الأولى أولا إلى إنشاء هيئة تابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للعمل على الإشراف أو الوصاية على العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرة الحوثيين، وعهدوا برئاستها إلى أحد عناصر القيادية في ميليشيا الحوثيين، وبالتالي لا يمكن تنفيذ أي مشروع إغاثي في اليمن إلا من خلال هذه الهيئة. وهذه الهيئة منذ اللحظة الأولى لعملية المسح الميداني للمحتاجين أو الذين يعني تضرروا بسبب الحرب والأوضاع المعيشية، تقوم بتغيير جداول البيانات والأسماء لهؤلاء الأشخاص خلال عمليات المسح الميداني، ثم بعد ذلك أيضا تعمد إلى مقايضة المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في اليمن من أجل الحصول على القدر الأكبر من المساعدات الإغاثية لعناصر هذه الميليشيا، وتحرم بالتالي قطاع واسع من المحتاجين. الأمر الثاني ما يتعلق أيضا بنشاط المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن التي تعمل أيضا على التواطؤ مع سلوك الميليشيا الحوثية الممنهج لتبديد المساعدات الإنسانية والإغاثية وسرقتها وتسخيرها لصالح المجهود الحربي. هناك إشكالية أخرى أيضا تتعلق بمسألة السطو على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والذهاب بها إلى السوق السوداء لبيعها. طيب هل قد يكون هناك تأثيرات بسبب هذا الخلاف على المشاريع الإغاثة الإنسانية والمساعدات رأيك؟ أتوقع بالفعل أن هذا الخلاف للأسف الشديد هو نتيجة طبيعية للإشكالية التي تتعلق بطبيعة إدارة المساعدات الإغاثية في اليمن، أولا من جانب الميليشيا الحوثية وسلوكها العبثي، وثانيا أيضا من طرف المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية التي تواطأت مع الميليشيا على مدى السنوات الخمس الماضية في سياسة العبث الممنهج وتبديد المساعدات الإنسانية الإغاثية الأخسر. هناك الآن حديث عن 24 مليار دولار هي قيمة المساعدات الإنسانية في اليمن، ومع ذلك الأرقام تتصاعد لضحايا الذين يقعون في انعدام الأمن الغذائي وبالفقر الشديد والحاجة. إذن أين ذهبت هذه المليارات؟ هي في الحقيقة ذهبت بسبب يعني السلوك الممنهج للميليشيا الحوثية في سرقة هذه المساعدات وتواطؤ المنظمات الدولية أيضا مع هذا السلوك. للأسف الشديد هذا الخلاف الآن الناجم عن برنامج
يعمل على الحد من عملية العبث وسرقة المساعدات الإنسانية. برنامج حاسوبي يتم بموجبه تسجيل بيانات المستفيدين من المساعدات الإنسانية الإغاثية، وقطع الطريق على الميليشيا الحوثية لاستثمار معاناة اليمنيين للحصول على المساعدات وتسخيرها في حربها على المجتمع اليمني. وبالتالي بالفعل قد يؤدي هذا الخلاف إلى حرمان الأشخاص الذين يحصلون على ما تبقى من فتات المساعدات الإنسانية من حقهم في الحصول على العيش للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك محمد الأحمدي ناشط حقوقي، كنت معنا من اسطنبول، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة ماهر أبو المجد.